عادل عامر عضو مجلس النواب عن دائره القناه الخيريه واليوم. يشرفنا طبعا وجودكم معانا النهارده، والحقيقه ان المراه شهدت انطلاقه كبرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدرجه ان انا استمعت من بعض النائبات داخل البرلمان بان ما تحقق في عهد السيد الرئيس بالنسبه للمراه لم يتحقق في اي عهد من العهود السابقه. الحقيقة السيد الرئيس في عام 2017 أطلق عام المرأة، والنهاردة كلنا شايفين المرأة وصلت إلى أي مدى. فأصبح النهاردة عندنا الوزيرة، وعندنا رئيسة المدينة، وعندنا المحافظة، وعندنا الحقيقة رئيسة الوحدة المحلية. ده على شق والجانب التنفيذي من الحكومة. أيضا المرأة استطاعت أن تحرز حقيقة انتصارات كبيرة جدا في الشق السياسي. النهاردة بنتكلم داخل البرلمان المصري ما يقرب من 27% من قوام البرلمان المصري في غرفتيه النواب والشيوخ، وهذا الرقم الحقيقة 27% ممكن بيصل إلى 30% في طبعاً مرحلة قادمة بإذن الله. فيبقى حققت دلوقتي على الشق التنفيذي مكاسب ضخمة جداً، وحققت على الشق السياسي مكاسب أيضاً كبيرة جداً. المرأة النهاردة موجودة في التعليم وفي الصحة، وأصبحت النهاردة الطبيبة والمهندسة، وأصبحت معلمة، وأصبحت الحقيقة جنبا الى جنب في جميع جوانب الحياه وفي شتى المهن. فاصبح النهارده القياده بالكفاءه وبالجداره، وتعتمد على القدره على التفوق والتميز، ولم يعد هناك في هذا الامر اي شيء على الاطلاق. فاصبحت المساواه واضحه ما بين المراه وما بين الرجل في هذا الجانب، والكفاءة هي اللي بتحكم في مين يكون الأولى بالإدارة عن مين. النهاردة لما نشوف محافظ النهاردة بيحكم إقليم بالكامل، وبنشوف وزيرة النهاردة بتحكم في وزارتها، ده إنما يدل على إن في قفزات هائلة جدا تحققت بالنسبة للمرأة داخل مصر الحقيقة. لما نيجي بقى لمنصة القضاء بنلاقي النهارده في قاضية بتجلس على منصة القاضي، وده الحقيقة كان انتصار عظيم جدا للمرأة المصرية، وقدرت إن هي الحقيقة تسجل يعني بحروف من النور مدى جدارتها على اعتلاء هذه المكانة الرفيعة من القضاء. بنلاقيها في النهارده، بنلاقيها في مجلس الدولة، وبنلاقيها في النيابة العامة، وبنلاقيها النهارده موجودة في النيابة الإدارية، وفي جميع فروع التقاضي موجودة القاضية على هذا المنصب الرفيع. الأمر اتسع أكثر من ذلك، أصبحت بتخدم في المجال الشرطي، وأصبحت النهارده موجودة داخل القوات المسلحة. أستطيع أن أنا أقول بحق أن المرأة المصرية أصبحت جنبا إلى جنب مع الرجل، وهذا أسهم إلى حد كبير في مستوى الوعي في مصر، وفي أيضا في مجال الوعي. وكلما ارتفع الوعي كلما استطاع أبناء الوطن أن هم يكونوا في التنمية ويقدروا يحققوها، وتقفز البلاد بأبناء الوطن قفزات كبيرة جدا للأمام. مجلس النواب الحقيقة النهاردة استطاع أن ينتصر للمرأة في العديد من القوانين اللي هو تصدى ليها. فعندنا مثلا على سبيل المثال قانون تقليص عقوبة الختان، قبل كده كان
عندنا في مصر القديمة كان معروف طبعا فكرة الداية اللي بتطاهر البنات، وكان بيحصل حالات يعني تعثر شديدة جدا للأخطاء التي كانت تحدث. بعد ما بقى عندنا النهاردة أساتذة من الطبيبات في هذا الجانب، أصبح النهاردة هي اللي بتقوم بعملية ختان البنات في فترة ما في البداية، ثم بعد ذلك ارتأى المشرع ان احنا نجرم جريمة الختان نتيجة للرأي الشرعي الذي صدر في هذا الأمر، لأنه بيقلل من قدرة الفتاة، وفي نفس الوقت كان في حالات تأثرت نتيجة لذلك ووصل الأمر إلى حالة الوفاة. فالمشرع المصري لما تدخل هنا بإصدار هذا القانون درج العقوبة من 5 إلى 10 سنوات، اللي يطلب يعمل ختان ده ممكن يتعرض لعقوبة قد تصل إلى 5 سنوات، لو عمل عاهة مستديمة ممكن العقوبة توصل ل7 سنوات، لو أدت إلى الوفاة ممكن العقوبة تصل إلى 10 سنوات. ده أحد القوانين اللي تطرق ليها المشرع المصري حماية لبناتنا من الختان. انطلق بعد ذلك المشرع المصري إلى قانون الخدمة المدنية. قانون الخدمة المدنية القانون 81 صدر في سنة 2016. هذا القانون حط حاجات للمرأة العاملة الحقيقة كبيرة جدا، وهو اداها حقية بان هي تحصل على اجازة في الوضع قد تصل الى 2 عامين لارضاع الطفل، ويعني تقوم على رعاية الطفل في 2 سنين اللي هم بيشكلوا وجوده في الحياة، وبعد كده اداها تخفيض ساعة اثناء العمل لارضاع الصغير، بعد كده اداها حقية الحقيقة بان هي تحصل على تقرير كفاءة ممتاز كما لو كانت هي حصلت على هذا التقرير في السنة ما قبل الحصول على اجازة لرعاية الطفل. يبقى هنا المشرع المصري انتصر للمرأة بانه بيديها حقوقها كاملة. ايضا ادى اجازة وضع 4 اشهر. لما النهاردة يتطرق المشرع لهذه الأجازة فيبقى كده وقف جنب الأم الحقيقة العاملة واداها فترة مناسبة جدا عشان تقدر ان هي تضع حملها بسلام وفي صحة جيدة. اداها المشرع ايضا ان هي في أحقية ليها ان هي تقدر تحصل على أجازة لمدة 3 مرات طوال طبعا مدة خدمتها، وده انا شايفه ان دي حوافز كثيره جدا قدر المشرع المصري ان هو يديها للام العامله ويحفظ لها حقوقها. ايضا المشرع انتقل الى قانون اخر وهو حمايه الاخت او الام من فكره في الريف كان في اشكاليه كبيره جدا، هو الحرمان من الميراث. بيجي الاب يتوفى بييجوا يعملوا عمليات التوريث، عمليات التوريث دي كان في الريف عندنا يدوا الولاد وما يحرموا البنات. طبعا المشرع المصري انتصر لعلاج هذه القضية وقال ان طبعا ده امر مرفوض وفقا للشريعة الاسلامية، وان لازم يتم التوريث طبعا بالعدل وبالمساواة، واللي هيعمل كده هيعرض نفسه لعقوبة الحبس. فأنا من امتنع عن التوزيع العادل للحقيقة للميراث ده بيعرض نفسه إلى حبس قد يعني يصل لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 100,000 لو امتنع أو حجب مستندا يورث البنت. طبعا الحقيقة ده قانون أعاد التوازن والعدل ما بين الرجل والمرأة، وبكده تستطيع المرأة إن هي تحصل على حقها من خلال
القضاء متى كان هناك تعنت في هذا الأمر داخل الأسرة. برضو استطاع البرلمان أن ينتصر لقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة. عمل المجلس القومي للمرأة ده مجلس يعني ذو استقلالية وذات سيادة مالية وإدارية وهيكليا، ويتبع رئيس الجمهورية. والمجلس ده الحقيقة تعرض للكثير من المشكلات التي تؤثر أو تتعرض لها المرأة، فكان المجلس عنده طبعا من الباحثين والمختصين الكثير اللي بيصاروا على راحة وحل هذه القضايا للمرأة، وبيقفوا داخل المحاكم بجوار المرأة بأنهم بيشخصوا لها محاميين، وبيبقى فيه إخصائيين اجتماعيين بيقعد أمامهم الرجل والمرأة عند الاختلاف. والحقيقة بيعملوا دراسات للتوعية كبيرة جدا حيث يأسسوا للأسرة الكريمة الفاضلة التي تسعى لتربية النشأ وتقديم علماء للمستقبل. أيضا بيتاخد رأيهم داخل الغرف البرلمانية عند مناقشة كل ما يتعلق بقوانين المرأة. والحقيقة مجلس القومي للمرأة أعطى مساحات ضخمة جدا لخدمة المرأة، ويعني بيعمل جنبا إلى جنب مع الغرف التشريعية والنيابية، وهذا أمر مشكور ومحمود للغاية. برضو طلع عندنا قانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص. هذا القانون الحقيقة لم يميز بين جنس ولا لون ولا أي شيء من الأشياء على الإطلاق، ولكن كانت المزايا بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات الصغر بالنسبة للجنسين يعني على توازن تام. وبالتالي بتتقدم الدراسات لا يظهر إلا أن هذا المشروع مقدم من فتاة أو من شاب، ولكن الهدف الأول والأخير كان بيبني على فكرة أن كل المشروعات ذات دراسات الجدوى الجيدة نديها فرصة التمكين، عشان هذا الاستثمار هو اللي هيدور أسرنا ويحقق اقتصاديات زي ما حصل في ماليزيا وزي ما حصل في الهند. وطلع من مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة اللي يمكن الحصول على قروض بفوائد بسيطة جدا قد تصل إلى 5%. والحقيقة أنا شايف إن يعني ممكن جميع الأسر تعظم مواردها من خلال إقامة مثل هذه المشروعات مع التيسيرات البنكية. ده ممكن يرفع عوائد الأسر وميخليهاش الحقيقة يعني تشكو من ارتفاع أسعار أو أي شيء من المعاناة التي يعاني منها البعض في هذه المرحلة اللي فيها تضخم عالمي. الحقيقة لم يتوقف الأمر عند ذلك، لكن كان عندي عدد ضخم جدا من متحدي الإعاقة، فصدر قانون متعلق بقانون ذوي الإعاقة. وهذا القانون يعني اتحطت فيه مزايا ضخمة جدا، وكان فيه عمل معاق أيضا. وهذا القانون ألزم المسؤول عن ما لديه طفل أو أكثر معاق من أولياء الأمور بأنهم يرعوهم رعاية كاملة وفاضلة، وأن يتيح لهم فرص التعليم الجيد، وأن يحصل المعاق على حقه في التدرج في التعليم، وأنه يلتحق بالأنشطة المختلفة، وأنه ننمي مهاراتهم ونبني قدراتهم للأفضل، لأنهم قادرون ويستطيعون مع الاختلاف لديهم إن هم يكونوا مميزين في أشياء كثيرة جدا. فشفنا أبطال في الرياضة وأبطال الحقيقة في مختلف الفنون ومبدعون في مجالات مختلفة متعددة. هؤلاء جميعا
اتحطت له مزايا ضخمه جدا في قانون ذوي الاعاقه، لدرجه ان في اعفاءات من الرسوم كثيره جدا موجوده في مجالات مختلفه. بقى في طبعا بطاقه الخدمات المتكامله اتاحها القانون ليهم، ايضا بيدي القادرين منهم قدره على شراء سيارات معفاه من الجمارك. كل ده الحقيقه رائع جدا، نسبه 5% بانه يقدر ان احنا نمنحها ليهم للعمل والحصول على فرص عمل داخل الدواوين الحكوميه والشركات والمصانع. لم يتوقف المشرع عند هذا الحد، ولكن انطلق ايضا المشرع لان هو يخش على قانون اخر، وهو قانون مواجهه المتهربين من دفع النفقه. عندما يقوم خلاف داخل الأسرة، هذا الخلاف طبعا بيصل إلى حد إما الاتفاق وترجع المال مجاريها، أو بيوصل إلى حد الطلاق. فكان الحقيقة هناك تباطؤ وشكوى ضخمة جدا موجودة من التباطؤ في التقاضي داخل محكمة الأسرة لزيادة الحالات بكثير جدا. لك ان تتخيل ان هناك بعض المؤشرات تقول اني بنتكلم في الاعوام الاخيره وصلت نسبه الطلاق في العام الواحد الى 168 الف حاله، وهذا رقم ضخم جدا للغايه. وده بقى طبعا الخبراء بيرجعوا لاشياء متعدده، منها طبعا عدم القدره من قبل الزوج على الانفاق على الاسره، عدم توفر فرص عمل، طبعا تضخم عالمي، اشكاليات كثيره جدا تكمن في هذا، عدم التوافق الفكري الى اخره، من طبعا الاسباب التي في هذا الامر. في النهايه ممكن بتوصل للطلاق، وعند الطلاق بيبقى فيه اولاد، الاولاد دي ممكن تضار نتيجه هذا الامر. ليه؟ لان ما فيش صرف عليهم، ممكن دول بيضروا ضرر بالغ جدا من حيث المعيشه، من حيث السكن، من حيث التعليم. فده كله بيأثر تأثير جامد جدا على قوام الاسره، وبالتالي على قيم المجتمع المختلفه. فهنا المشرع الحقيقه طلع هذا القانون بان الحكم النهائي البات من المحكمه في المسكن، في حق الحضانة، في حق النفقة، في حق دفع مصروفات المدارس. كل ده الحقيقة انتصر له المشرع، وعند الامتناع بيبقى فيه عقوبة الحقيقة، بيعرض نفسه. طبعا أنا النهاردة ببقى دخلت نفسي في إشكالية ضخمة جدا، وهو الامتناع ده بيعرضني الى طبعا جريمه الحبس والغرامه او بايهما. انتقل المشرع الى الحقيقه قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. لماذا؟ لان المشرع شاف اني اصبح في ناس بتبتز فتيات نتيجه ان هم عملوا علاقات عبر الانترنت، وهذه العلاقات أصبح هو يهدد بها إذا ما حدث أي اختلاف، أو أي أسرة من الطرفين رفضت هذه العلاقة ولغتها. فبيبدأ هنا في ناس بتستغل هذه الأشياء وبتبدأ تساوم بيها. عشان كده النهاردة المشرع قدر ان هو يدخل بجد حقيقه التشريعات ديت عشان يحمي ولادنا من الاشكاليات دي. فاصبح النهارده انا بقدم التليفون بتاعي عليه طبعا الخروج الفاضح من اي طرف من الاطراف بالتهديد او التشكيك او الابتزاز الى مأمور الاسم، عمل محضر داخل محضر في مركز الشرطه، ثم بعد ذلك بقدم الاثباتات الداله
على هذا الأمر، ثم بعد ذلك بيبدأ مباحث الإنترنت بتتابع الأمر، ثم بعد ذلك بتحرر طبعا القضية، ويبدأ الحقيقة يعاقب المخالف على قضيته. ويعني الحقيقة المشرع انتصر انتصار كبير جدا لمواجهة هذه الظاهرة، وطبعا حط عقوبة لمن يعني حتى يعني تلفظ أو خدش أو اعترض أو ارتكب، وكل طبعا فعل من هذه الأفعال له عقوبة الحقيقة بتواجهها. لم يتوقف المشرع عند هذا القانون، ولكنه انتقل بعد ذلك إلى قانون التأمينات والمعاشات، وحط حقوق المرأة في القطاع الرسمي والقطاع الغير رسمي. عمل النهاردة إيه المشرع؟ إذا ما توفى الزوج وهو يعمل، فإدى المرأة أحقية في أنها تحصل على المعاش بتاع زوجها اللي توفى أثناء الخدمة، أو الحقيقة من بعد خروجه على المعاش أيضا قانون العمل حفظ حقية كبيرة جدا للمرأة وهي تعمل داخل الشركات والمصانع، وطبعا بيبقى فيه تأمينات، ومن خلال صندوق التأمينات يمكن عند الإحالة إلى المعاش الحصول على معاش يكفل حياة كريمة للأسرة. أستطيع أن أنا أقول لحضرتك أن هناك جهود حسيسة تبذل وكبيرة، بحيث أن هو في نهاية المسار عند الخروج على المعاش تستطيع المرأة أن تصرف ما يساوي 80% من إجمالي الحقوق التي كانت تحصل عليها أثناء الخدمة. كما نرى المشرع المصري انتصر للمرأة انتصار كبير جدا من أجل أن يحدث التوازن والسلام المجتمعيين، وأن تبنى العلاقات على التفاهم المشترك وعلى العمل المشترك وعلى الحياة الكريمة، دون أن يكون هناك سيطرة لأحد على الآخر. مصر بلدنا بتعمل عمل حسيس عظيم جدا في هذه الأيام من أجل الجمهورية الجديدة. إشكالية التي نعاني منها الآن داخل الأسر قد يتكلم بها البعض، وهي فكرة أن الدخول لم تعد مناسبة للضغوطات الاقتصادية في يومنا هذا، ولكن أستطيع أن أقول أنه بالعمل والجهد والإنتاج والإيمان وزيادة الوعي نستطيع أن نعيد بناء دولتنا من جديد. لكن تتخيل أن هناك دولة كان بها البنية التحتية غائبة لسنوات طويلة، وها هي اليوم تبنى بسواعد وأبناء الوطن. لك أن تتخيل المليارات التي تنفق على هذه الأعمال من أجل أن يكون لدينا مدارس بأعداد مناسبة، أن يكون هناك معلم يحصل على راتب مناسب له بدلا، وأن يتفرغ للعلم بدلا من ظاهرة كدروس الخصوصية التي تسقل يعني كاهل الأسرة المصرية. لك أن تتخيل البحث عن مستشفيات يعاد تأهيلها من جديد بحيث تقدم خدمة كبيرة جدا للأسرة المصرية من أجل أن يعني تكون أسرة قوية لدى الشعب المصري، قدرة عظيمة على المعارف الدولية والعالمية، نعيد بناء الوطن من خلال إقامة العديد من المصانع الجديدة التي بدأت تدخل في قطاعات كثيرة. لك أن تتخيل فكرة أن نقيم الصناعات الصغيرة والمشروعات القومية التي تعول على التصدير للقضاء على ظاهرة الدلورة في المجتمع،
لك أن ترى كيف نعيد إحياء الصناعات القديمة التي كنا نشتهر بها بين بلدان العالم، وإدخال صناعة النسيج والحرير والقطن من جديد. كل هذه الأشياء أرى أنك تقف معي أيها المواطن في أهمية أن نسعى ونجد ونجتهد بالإيمان وبالعمل وبروح الفريق، أن نساعد القيادة السياسية أن تعمل وتكمل المشوار مع أبناء الوطن حتى نستطيع أن نحقق دخولاً مناسبة، نستطيع أن نصنع الحياة الكريمة في الخدمات وأن تصل حياة كريمة. وهذا المشروع الذي يعني الحقيقة يعول عليه الكثير في عموم الجمهورية أن يصل إلى جميع المراكز وأن يتم استكمال جميع الخدمات. نقف معا من أجل أن يصل التحول الرقمي إلى جميع القرى، نتوسع في الزراعات ونستطيع صناعة الميزة النسبية لهذه المزروعات التي تتحقق على أرض مصر، وبالبحث العلمي وبالعمل والجد والاجتهاد أرى أن مصر بإذن الله في القريب العاجل ستكون في المكانة التي تليق بها كما كانت من قبل في عصر الفراعنة وفي قلب الحضارات العالمية. الآن أبناءنا المصريين سيستطيعون أيضا أن يرسمون خريطة الطريق لقيام وعودة مصر في الجمهورية الجديدة بإذن الله، وأن يكون هناك لدى القائمين على صناعة القرار اتجاهات ما من شأنها تقوية الأسرة المصرية، الرجل والمرأة والأبناء، حتى نستطيع أن ننطلق بحق وأن ترتسم البسمة على وجوه أهالينا مواطنينا في مصر المحروسة. دمتم ودامت أيامكم كلها بشر وهناء وسعادة بالغة. كل الحب للشعب المصري الذي سطر أروع الملاحم في الحقيقة الحرب والسلام، وغدا بإذن الله تشرق شمس جديدة. تحياتي.